أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامج مساء وصباح. أرحب معكم الأول بأستاذة ابتسام رفعت، استشاري أسري وتربوي وأخصائي تعديل سلوك. أستاذة ابتسام أهلا ومرحبا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة ابتسام، حلقة النهاردة بعنوان سنة أولى جواز. سألنا ناس كتير متجوزين قالوا لنا ان اصعب مرحله عدينا بيها هي اول سنه، وواضح انه كان في اجماع على كده. وناس كتير قالت ان احنا بعد ما تجاوزنا او بعد ما تجاوزنا اول سنه دي لان الموضوع ابسط من كده، والحياه الحمد لله عايشه عيشه هنيه وبسلام الحمد لله. فايه اللي يخلي اتنين مخطوبين وبيحبوا بعض ومقبلين جدا على الزواج ومستعدين له جدا يخليهم يبدا بينهم خلاف مجرد ما يتقفل عليهم باب واحد؟ خلينا نتبع الاسلوب الامثل في حل اي مشكله، اللي هو ان احنا نحط ايدينا على اسبابها. فايه السبب؟ هو مش سبب واحد، هو اكتر من سبب. اتفضلي. يمكن علشان كل واحد فيهم بيظهر باجمل صوره في الاول، فتره الخطوبه التجمل. التجمل واحلى صوره واجمل صوره، وبيبقى الحب في قمه توهجه. تمام، حلو قوي. بس كل واحد فينا بيبقى سقف توقعاته عالي قوي، فبيجي يبص يلاقي الحياة مختلفة عن الواقع الموجود. بقى البنت بتلاقي المفروض انها مسؤولة عن بيت وأسرة وزوج، والراجل بيبقى مسؤول عن زوجة وبيت، ويجي يبص بقى يبتدي يتخنق، يمل، يزهق، يحصل حاجات كتير كده. بيشوفوا بعض كمان 24 ساعة مع بعض بقى، فشايفين بعض من غير أي تجميل، من غير أي حاجة. كله تعالى نتفق كده ان كل واحد فينا في عيوب. اكيد كل واحد فينا في عيوب. طبعا. فنيجي نبص نلاقي انا المفروض اتقبل عيوب الاخر. ممكن في فتره الخطوبه مش واخد بالي منها، او شايفها بس يعني مغمضه، الحب من السين. من السين، او مخلينا مغمضين عنها. فكل واحد فينا يبقى لازم عارف ان مفيش حد كامل، كل واحد فينا يتقبل الاخر بعيوبه بسلطاته بابا غنوجه زي ما بيقولوا كده. اوكي، يعني نقدر نقول ان مرحله الجواز دي، اول سنه في الجواز، هي مرحله انتقاليه. الشاب والبنت بعد ما كل واحد عايش لنفسه، حتى الشاب لو بيشتغل ومستقل ماديا بس فلوسه دي بيصرفها على نفسه. طبعا. البنت تكاد تكون في واحده في البيت بتخدمهم، عايشه لنفسها، شوبينج، خروجات، مفيش اي مسؤوليه خالص. أيوة. فممكن تكون ان السبب في المشكله دي مرحله انتقاليه، حياتهم بتتبدل. طبعا اول حاجه ان هي فعلا مرحله انتقاليه، كمان عدم التعود على المسؤوليه. كل واحد فيهم هو كل واحد فيهم داخل بقى جديد كده، ومش في دماغه اي حاجه، مش في دماغه بس غير ان هو يبقى مع شريكه اللي بيحبه بس. فبيجي يبص يلاقي فيه طلبات تانية مطلوبة منها كزوجة، مطلوب منها انها تاخد بالها من بيتها، من زوجها، في حياة جديدة، المسؤولية بتاعت شيل البيت ده مش سهلة. في بنات كتير بتبقى مش متعودة اصلا على شيل مسؤولية حتى نفسها، اكلها، شربها، غسلها، لا مش كل ده. تيجي تبص تلاقي ده بلس واحد كمان معاها، راجل في البيت. يعني شايله نفسها ومسؤوله، في واحد مسؤول منها. فبتيجي تبص تلاقي الدنيا باظت معاها، يعني فممكن ما تكونش مستحمله. فلازم كل بنت قبل ما تخش فتره الجواز دي لازم تتعود شويه على مسؤوليات خفيفه كده، تتعود عليها وتتدرب عليها. زي بالظبط كده زي ما بيعملوا اعداد لاي حاجه، لأي حاجة بيعملوا لها، زي مثلا في الكورة بيعملوا فترة إعداد للماتش. أكيد. فإحنا كمان نعمل أي وظيفة جديدة، أي وظيفة في لازم تدريب يبقى في تدريب قبلها. فلازم ما بالك بقى ده بيت وأسرة وحياة كاملة، فلازم نبتدي نعمل شوية تدريبات كده للبنت وللولد. طيب نتكلم عن يعني إحنا محتاجين دلوقتي إن أثناء فترة الخطوبة يكون في تهيئة. طبعا. ما تبقاش حب بس، لا، ولازم احنا عايزين نهيئ نفسنا على المرحله اللي احنا داخلينها. ازاي ولازم بقى؟ يبقى في توازن بين القلب والعقل. يعني ما مشيش حياتي بقلبي بس، انا بحبه خلاص، لا، ولا بعقلي بس، لان برضو الدنيا هتبقى جافه جدا. طب ده بالعكس، يعني احيانا بعد الجواز بنجنب القلب خالص، وتبقى الدنيا ماشيه بالعقل بس، وده بيعمل خلافات وصدمات كتير جدا. احنا بني ادمين، يعني في قلب وعقل، لازم يبقى الاثنين فيهم توازن. لو حصل ان واحد فيهم عمل
هتيجي تبص تلاقي الدنيا باظت، لان احنا البني ادمين عباره عن قلب وعقل، الاتنين لازم يعملوا بالانس. لو ما عملوش البالانس ده هتيجي تبص تلاقي الدنيا فيها جفاء لو استعملنا القلب العقل بس، ولو استعملنا عقلنا طب ما الدنيا هتبوظ مننا، مش هينفع. لو استعملنا قلبنا بس الدنيا هتبوظ مننا، ومش كل حاجه بالقلب، مش كل حاجه بس في لازم في قرارات مصيريه، في لازم ناخد خطوات معينه عشان نعمل حاجه معينه بطريقه معينه، فلازم يبقى فيها تشغيل دماغ. طب ايه تاني ممكن نهيئ بيه الشباب او المخطوبين اللي مقبلين على الجواز، نهيئهم بايه تاني غير ان احنا نبقى مستعدين للمسؤوليه؟ ايه تاني؟ ان كل واحد فيهم يبقى عارف الطرف الاخر، يقرا يتعب نفسه شويه ويقرا عن الطرف الاخر، لان البنت يقرا على الطرف الاخر بوجه عام، يعني الستات تقرا على عن الرجاله والرجاله تقرا عن الثقافه. ايوه ثقافه، لان ما فيش يعني البنت بتعامل جوزها على اساس ان هو شبهها، ودي مش حقيقه. الذكر مش زي الانثى، حقيقي وليس الذكر كالانثى، ربنا قال في كتابه كده. فدي بالله. لها طبيعه وده ليه طبيعه خالص خاصه. الزوج مثلا اولى طلاق، يعني اول ما بيدخل البيت بعد ما بيبقى بيوم شاق بيبقى عايز حاجتين، ياكل وينام، ياكل وينام. بعد كده بقى يبتدي يتكلم، يبتدي يتناقش، يبتدي يحصل اي حاجه. لا الزوجه بيتكلموا على باب الشقه. الست من دول بتقابله على باب الشقه تفضل حقيقي بيحصل. فده ما ينفعش. هو اديله الاتنين دول في الاول، وبعد كده بقى يرتاح شويه وممكن يبتدي يتكلم معاها. قبل كده مش هيسمعها ومش هيشوفها، او هيحس ان هي كده خانقاه. كمان لازم كل واحد فينا يبقى له مساحه. يعني ايه؟ يعني علشان في كتير قوي من الرجاله بتحس ان هي تنازلت عن حريتها، فبيجي يبص يلاقي نفسه ايه ده اللي انا عملته في روحي ده، جبت واحده تتحكم فيا وتخنقني. فاحنا مش عايزين نوصل، لا الجواز مش خانقه، الجواز كل واحد فينا لازم يسيب مساحه للتاني. هو بيحب مثلا يسهر، متعود يوم الخميس بيتجمع هو واصحابه مثلا، فاوكي فنسيب له مساحه. في المقابل اعمل انا كمان كده، اعمل لنفسي حاجه تشغلني في نفس الوقت ده، لي اروح لماما، اروح لاختي، اقعد معاهم. المهم ان في نفس الوقت ده الاقي انا كمان اللي يشغلني، ما يبقاش في وقت فراغ، يعني ما يفضوش لبعض. ما يستنوش لبعض، وكل واحد فيهم اصل انت قاعد مضيع وقتك، نتفق على وقت مشترك، انت فيه مشغول يبقى انا كمان مشغوله. كده مش هيحس هما الاثنين بخنقه، ولا هو الراجل يحس بخنقه، ولا الست تحس باهمال. هما الاثنين في نفس الوقت مشغولين. لو فعلا تبقى مشكله لو الست فاضيه لجوزها. طبعا طول النهار هو في الشغل مستنياه، عايزه تتكلم، قاعده طول النهار ساكته، قاعده ساكته، فمن على باب الشقه فعلا بتكلمه فما بيسمعهاش، فبتحصل هنا مشكله. طبعا انت مش شايفني، انت مش سامعني، مستمعني. فالست تشغل وقتها. كمان الست يعني في حته كده في الستات يمكن هم نفسهم ما يعرفوهاش، ان الكلام لمجرد الكلام بيحسسهم براحه وطمأنين، اما الراجل بيتكلم علشان حاجه، بالنسبه له الكلام مجرد وسيله، اما الكلام للست غايه ومتعه. يعني مجرد ان تتكلم بس هي مستمتعه انها بتتكلم مع بس صاحبتها. الرجاله بتتكلم حلو جدا مع صحابها، بيقعدوا ممكن يكلموا مع صحابهم بالساعات، يقعدوا في الكافيهات مع بعض بالخمس ست ساعات بيتكلموا، بيبقى زي كره البينج بونج، خد وهات. ما يتلقش بس، يعني ما يسمعش بس، لا بيبقى خد وهات، انت خلصت فبتدي يرملوا الكوره وهكذا، في حوار. لكن ما تلاقي، لكن تعالي اقعدي في قعده ستات تلاقيهم كلهم بيتكلموا في نفس الوقت. دي طبيعه، لا عيب في الراجل ولا قصور في الست، لكن هي دي طبيعه. عشان كده بنقول الست تقرا شويه عن طبيعه الراجل، والراجل يقرا شويه عن طبيعه الست عشان يقدر يفهم. دايما يطلعوا على السوشيال ميديا نكته كده يقول لك ايه، لو مهتمة كنت عرفت انا زعلانه من ايه. حقيقي هو بقى مش بيعرف الاهتمامات دي، وبقى مش عارف. لو هي فهمت ان هو لازم حد يقول له رساله فيفهم منها، لا لانه مش كبرياءها هنا. البنت ممكن تشوفك تبقى عارفه انت زعلانه من ايه، شكلك كده حد مزعلك، تقول لك صاحبتك، تقول لك هي في موضوع مضايقك. الراجل ما يعرفش ايه ده، هو لازم تقله صراحه، لازم يتقال له صراحه، جيبها له كده على طول. لكن وهي عندها ان انت لازم تعرف لو بتحبني بجد هتعرف لازم تفهم لوحدك. هو مش هيفهم لوحده ابدا. لو مستنيه ده يحصل يبقى مش هيحصل خالص، لان هو بيبقى محتاج حد يقول له، فيبقى بعد كده يعمل حاجه عشان تمنع ده.
فهماني ازاي؟ طيب اوكي، خلينا بقى نقول ايه للناس المخطوبة، اها بيبقى هما عايشين قصة حب في الخطوبة وخروج وفسح، فبيبقوا متخيلين بقى ان ده كده واحنا مخطوبين، امال لما نبقى مع بعض هتبقى ايه؟ هتبقى يعني خانقة لا، لو ما هو هما ما بيبقاش فاكرين. بقى مستعدين لده، هما شايفين حب في الثلاث اربع توقعاتهم، ساعات اللي بنعيشهم ما مع هو بعض، التوقع بقى سقف التوقعات بقى بينهدم لا ما فجأة كده ينهدمش. بعد الجواز. فالمفروض البنت ما تعليش سقف توقعاتها، والولد نفس الحكاية ما يبقى يعليش عاملين حسابهم سقف. ان مش ده مش هيستمر. ده مش ده، لأن فيها أول الحب أول انجذاب، الانجذاب ده قمة التوهج في العلاقة، بيبقى العلاقة زي ما بيقولوا كده الحب ولع في في الدرج ذروتها. ذروتها، بيبقى الدنيا بقى يعني منتهى الحب ومنتهى التضحية. البنت بتبقى عندها استعداد يعني لو في أكل مثلا لا تسيبه له عشان وهو التضحية يسيبه بقى، لها التضحية. وهو يسيبه لها، وفي الآخر ممكن يبوظ ويترمي. شايفة إزاي؟ الحب مشبعه. هو ده. أيوه الحب مشبع. بعد كده بقى لا خلاص الموضوع ده واحدة واحدة بيبتدي يقل. طب نهيئهم ازاي؟ يعني لو اتنين مخطوبين ومقبلين على الزواج، نهيئهم ازاي ان السقف ده يا جماعة يعني وطوه شوية، ما تعلوش سقف توقعاتهم نهيئهم توقعاتكم كده؟ ان الحياة الأسرية والتعود بيخلي الدنيا بتهدى معانا، والمشاعر دي بتبقى موجودة وكل حاجة بس بهدوء، بعقل بعقل. بعقل، مش في قمة بقى اندفاعها. ممكن الأولويات بتختلف، يعني احنا مثلا في الخطوبة أولوياتنا ان احنا نسعد بعض، بعد كده في مسؤوليات وفي أولويات، تمام، بس تمام. نتعامل بقى مع الأولويات دي. يعني حتى لو الراجل مشغول وحس فجأة ان هو محتاج يشتغل أكتر عشان يصرف على بيته، ازاي نعيش بحب؟ يعني كل الناس المتجوزين يقولك ايه، الحب بيقل بعد الجواز. هو مش بيقل، هو مش بيقل، لكن بنتعوده بنعتاده زي اعتياد النعم. فعلا اعتياد النعم، حقيقي. طب ده حقيقي فعلا، بننسى الحب نحمد بيبقى ربنا. نعمة، الحب نعمة واحنا بنعتادها مش اكتر ولا اقل، لكن زي الاهل وجودهم نعمة، ومش بنبقى ممتنين لوجودهم غير لما لما بيغيبوا عننا. يحصل في حد فيهم بيغيب عننا، حقيقي. ساعتها بنحس ان الدنيا وقعت. فهو ده برضو المشكلة اللي عندنا، الإنسان بيعتاد النعمة فبيبطل يحمد ربنا عليها. الحل الحل إن احنا كل شوية نبعد عن بعض شوية، ناخد يعني أجازة من بعض شوية، ونرجع بقى كلنا طاقة تاني، نوحش بعض. نوحش بعض. زي ما عشان كده لو عملناها مرة واحدة بس في الأسبوع، هي خدت وقت لنفسها وهو خد وقت لنفسه راحت ورجع مثلا عند بيت مامتها مامتها. وباتت. ده بيحصل بقى يعني نوع من انواع بقى تاني الاشتياق تاني والرجوع تاني. كمان التجديد، التجديد دايما لهم هما الاتنين في علاقتهم، كمان انهم يتكلموا دايما بصراحة، ما يستنوش لما الكوباية تتملى العينة وبعد كده يحصل ما انفجار. يبقاش فيه تراكمات. على طول اول باول يفضوا الكوباية. طب ما دي ساعات بتزهق، بالذات الرجاله، يعني لو الراجل كل ما عمل حاجه مثلا مراته تقول له انت عملت كذا وده ضايقني، بيزهق منها، ما هو احنا برضو بيبقى ما عايز نقفش، يقول لها ما تعدي ما تفوتي. ما هو بقى ده اللي بنقوله، التغاضي عن الاشياء. يعني كل واحد فينا عنده عيب، فانا اتغاضى عنه، ما افضلش بقى مبروزاله العيب ده وكل شويه احط له تحتيه خطين ثلاثه حمر، بص انت فيك عيب كذا كذا، هو خلاص في عيب. العيب ده نتقبله، التقبل، تقبل الاخر على وضعه باي شكل من الاشكال. الحب الغير مشروط، ان انا مشروطش عليك انك تتغير. في بنات كتير تقول ايه، انا بعد الجواز هغيره. يستحيل. مفيش حد بيتغير بعد الجواز، هو لو عايز يتغير هيتغير، مش عايز يتغير انت مش هتقدري تغيري حد، مفيش حد بيغير حد. فهي لازم انت تتقبليه كده زي ما هو، لو ما تقبلتهوش هو زي ما هو كده هتحصل مشاكل بعد كده. فيتغض الطرف عنها وكأنها لا مش موجودة، يا إما من الأول ترجعي في الليلة. طب ما هو معروف ان يعني بيقولوا يعني ان الست المصريه نكديه، فهي ممكن تكون سبب نكدها ده ان هي مبروزه عيوب جوزها طول الوقت، مش شايفه غيرها، يعني مش شايفه الحلو اللي بيعمله، هي شايفه ان في حاجات ناقصاها ما بيعملهاش. يبقى بتظلم نفسها، يبقى ممكن يكون بتظلم النكد نفسها. جاي من هنا مثلا. إن بصي هقول لك على حاجة، ما فيش ست بتحب النكد على فكرة، يعني هما بيقولوا علينا كده ليه؟ طيب بيقولوا علينا كده لأن الست الراجل تنازل عن دوره، والست بقت هي اللي تسوق. بمعنى بمعنى في الراجل من دول بيجي مرتبه يدهولها وياخد مصروفه وماليش دعوة بأي حاجة، فمين اللي سايق؟ الست ما ينفعش، هو أداة.
ما ينفعش برضه، ميبقاش كده زي الضيف ملوش 30 لازمة. الست في الآخر هتحس إن هي ناقصها حد هو يشيل اللي عنها اللي يحتويها. يحتويها، هو اللي يسوق من الآخر. فتيجي تبص الدنيا هتبوظ، لو بدلنا الأدوار الدنيا بتبوظ. يعني ممكن يكون النكد ده جاي من ان الست بتستحمل فوق طاقتها، لان كل ميسر لما خلق له. فلو ايوه الست مش ميسر، ربنا ما خلقناش للمسؤوليه، القوامه دي اصلا بتاعت الرجل مش بتاعت الست. القوامة بتاعت الرجل، فأحيانا كتير الراجل بيتنازل عنها بمزاجه ويسيبها، والست بتحارب عشان تاخدها، ودي الغلطة اللي بتقع فيها، تحارب عشان تاخدها، وأول ما تاخدها بتتبسط لها شوية كده، وبعد كده تتفاجئ ان هي مش قدها. طبيعتها بتغلبها، تيجي تبص لا خلاص أنا عايزة، انت اللي عودتيه. وفي نفس الوقت هو اتعود خلاص انت حاربتي عشان تاخديها، يبقى شيلي الليلة للآخر. وده الستات كتير بتقع فيه، وبنات كتير بتقع فيه. في رجاله بتسلم، ويا سلام انت بس جايه في كده، انت عايزه اللي انت اللي تجيبي وانت اللي تودي وانت اللي تعملي، شيلي. وبعد كده اما تشيل هي بتحصل ايه؟ بيحصل بقى مشاكل بعد كده، لان هي بتفرح في الاول والزهوه بتاخدها والدنيا بتبقى معاها حلوه قوي، وبعد كده تحس ان ده مش طبيعتها، ده مش بتاعها. كتفها بتحس خلاص ان الحمل زاد. زاد عليها وتعبها، فبتيجي تبص تلاقيها يعني سلمت. احنا من الاول، ما يعني الست ما ما من اول تشيلش يوم في الجواز مسؤولية، ما تشيلش مسؤولية مش بتاعتها. مش بتاعتها، هو عليه، هو يجيب يحط وهي تمشي على قده، عشان برضو في ستات كتير بترهق أزواجها تضغطهم. ماديا، فبتحصل بعد كده برضو مشاكل. نمشي على قدنا، يعني الراجل مثلا لو دخله 10 جنيه مثلا، فتبقى عاملة حسابها ان انا همشي نفسي بال10 جنيه دي، وهكذا. ولكن ما ترمليش ال10 جنيه تقولي اتصرفي، لا انا هقدر اساعدك ممكن وامشي برضو معاك بال10 بالمشاركة، احنا جنيه هنقسم العشرة هنقسمها جنيه دي دي ازاي؟ ازاي؟ ده هنعمل 1 2 3 كذا، لكن هو ما ياخدش مصاريفه ويسيب. ويسيبها لا طب خالص. اصلا بيبقى في بقى، حتى لو الراجل معاه مصروفه، هو اللي معاه مرتبه، هو اللي مسؤول عنه، ساعات بيبقى في مشاكل ماديه كتير جدا في اول الزواج، ما بيبقوش عارفين يصرفوا ازاي. احنا مش متعودين نصرف على الحاجات دي، حلو قوي، حاجات جديده بيصرفوا عليها يبقى لازم مش يمسكوا فاهمينها. ورقة وقلم ويبتدوا يعملوا خطة. والكلام ده لازم برضو البنت تعمله قبل ايه، تصورا كده تعمل. لو هم مثلا قاعدين في ايجار، يبقى لازم تحط تبقى هي الايجار عارفه مرتب مرتب، زوجها فيما بعد. بند الايجار، بند الكهرباء، بند المية، بند مثلا اتحاد الملاك اللي هو بيبقى فيه صرف على العمارة، وهكذا. لو عندهم عربية العربية بتاخد كذا، وهكذا. لازم تبقى عاملة حسابها، الأساسيات نعمل كذا. تكتب هي بقى بعد كده الخزين بتاع بيتها بياخد قد إيه، وواحدة واحدة بتتعود. لكن لو هي ما بتعرفش وهو ما بيعرفش، وفجأة كده طب احنا نستعين بصديق، ماما، لا مامتي انا، يبقى هما سمحوا لحد ان هو ما يخش في حد حياته، تالت يتدخل. يخش في حياته، وتبتدي المشاكل تكبر وتزيد من اول من التدخلات اول التدخلات. فما ندخلش حد في حياتنا ونمشي على قدنا، يبقى احنا عارفين ان احنا لسه بنتعلم. بنتعلم اثرنا الشهر ده ان شاء الله نتعلم من الشهر اخطائنا. الجاي. طب انا كنت قريت خلاص. معلومه حلوه قوي عن حوار الماديات وكده، كان حد بينصح يعني انه المرتب مش الفايد منه ان اللي نشيله، نقول مثلا احنا هنصرف واللي فيه لا بنشيله لا 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 لا، لا احنا نشيل مبدئيا من المرتب ونمشي من الباقي، هو يعني ده ال10 المفروض. جنيه هنشيل مثلا 3 جنيه المفروض مبدئيا 20% من بالظبط. المرتب لازم يتشالوا، ده قبل فدي أي عجبتني حاجة جدا، لازم نشيل 20% من المرتب من الادخار، عشان كأن ده قانون الوفرة بعد بالظبط. كده يبقى عندنا وفرة، عندنا سعة. الموضوع ده مهم جدا، لازم يحصل بقى بين كل زوج وزوجة، لازم يعملوه. لكن المشكلة ان احنا بنعيش على قد اللي معانا، فبنيجي نبص نلاقي مش مكفي أساسا، وده حقيقي. بنقع في بعد كده يعني ايه، مفيش وفرة بقى، مفيش في عيشة على القد قوي، فبتتعب. ومعظم الخناقات بتحصل بسببين، يا اما بسبب الماديات، يا اما بسبب عدم فهم الآخر في العلاقة الحميمة بينهم ده في أول الزواج. في اول الجواز. لا البنت عارفة ازاي تسعد جوزها، بتتكسف تتكلم في الكلام ده، وهو برضو مش عارف يسعدها ازاي، فلازم يحط الكسوف شوية على جنب كده، ويبتدوا يتكلموا مع بعض.
ايه اللي بيبسطني وايه اللي بيبسطك، ونبتدي نتكلم في الحته دي مع بعض بدون حرج. الموضوع ده هيسهل علينا حاجات كتير قوي بعد كده. الكلام، هي لغة الحوار في أي حاجة التواصل، مضايقة تواصل. التواصل، التواصل لو فضل شغال على طول مش هيحصل فيه مشاكل، لكن لو التواصل اتقطع او الراجل زهق والست زهقت، هنوصل لمرحلة بعد كده هيحصل فيها الخرس الزوجي، وبعد كده شوية شوية انفصال جسدي، وبعدين انفصال لغاية ما نوصل لآخر مرحلة اللي هي الطلاق. فعشان نتغاضى عن كل ده وما نمرش بيه، يبقى التواصل يفضل شغال طول الوقت. طيب اوكي، كانت في واحده بتقول لنا يعني بعت لنا مشكلتها، ان هي نصا كده بتقول ان انا اتفاجئت بواحد تاني بعد ما اتجوزته، يعني بعد ما اتقفل علينا باب واحد وبعد بقى الهانيمون ورجعوا خلاص بقى الحياه الروتينيه ماشيه، بتقول اتفاجئ مش ده خطيبي. يعني بقول لها ماشي، ما عشان بقى جوزك ما بقاش خطيب، بتقول لا مش ده الانسان اللي انا اتخطبت له وكنت عامله حسابي ان انا اعيش معاه في بيت واحد، اكتشفت فيه حاجات كتير جدا ما كانتش موجوده، ومش ده طبعه، ومش ده، مش دي حتى طريقه كلامه. بتقول ان هو مثلا لو كان بيرجع من الشغل تعبان، طب ما هو كان بيرجع من الشغل تعبان واحنا مخطوبين وكان بيكلمني، دلوقتي بيرجع من الشغل تعبان مش عايز يكلمني وانا معاه، هقول فايه لك اللي بيحصل هنا بقى؟ حالة زي اتكلمنا عن حالة الانجذاب الأولى اللي بتحصل التوهج، دي، الحب التوهج بقى في الحب، فده بيبقى لسه ما بقتش معاه، لسه ما بقتش في بيته، فخلاص يعني حصل بقى التلاقي الجسدي، فالدنيا هدت شوية، الحب ما راحش بس هديت. هي مش قادرة تفهم إنه أول ما بيدخل البيت عنده نقطتين أساسيتين، إن هو ياكل ويرتاح. زي ما قلنا. لو فهمتهم كويس قوي مش هتبقى مستغربة، لكن هي مستغربة ليه؟ هو كان معاها الطبيعة، هي دي مش طبيعته العادية، هي دي طبيعة استثنائية بسبب الحب، زي بسبب بالظبط الانجذاب البنت وهي مخطوبه ما تعرفش تنزل تقابل خطيبها مثلا من غير ما تحط ميك اب، مثلا، فدي برضو مش طبيعتك، ما انت بعد كده هتقعدي هيشوفك من من غير غير ميك، ميك اب. فانت برضو هو بيتجمل بس كل واحد ايوه بيتجمل بيتجمل بطريقته. بطريقته. ايوه لو بالظبط، قدرت تفهم الحكايه دي مش هيحصل فيه يعني هو مشاكل. الموضوع كله يعني احنا مش فاهمين، هو ناقص فهم تقريبا. ايوه هو البنت ما بتبقاش فاهمه طبيعه الراجل ولا احتياجاته، ولا هو فاهم طبيعه الست واحتياجاتها. لو ده فهم طبيعتها وده فهم طبيعه التاني، خلاص الموضوع هيبقى سهل جدا. واللي هيغذي ده الحب الموجود اللي هو اساسا من موجود. الأساس بعد كده يعني في ناس ليه بتقعد بال 30 و 40 سنة متجوزين وبيحبوا بعض وتبقى الحياة وفضلوا حلوة جدا، ليه بقى؟ ليه بقى؟ علشان دايما بيتكلموا مع بعض، في وكل لغة واحد حوار. فيهم كل واحد فيهم بيتغاضى للتاني. يعني ساعات بنشوف يعني معنى كده ان مفيش عندهم مشاكل، لا في مشاكل، بس هي ما بتشد هو يتوارى شوية، وهو ما بيشد هي بتعمل نفسها مش واخدة بالها. بنفوت لبعض من الآخر، لكن كل واحد فينا قاعد للتاني على الواحدة هتلاقي فيه مشاكل للركب. انت بتزعقي ليه؟ انت بتزعق ليه؟ عدلها. عدي، اما هي اتضايقت شوية عدي، لما هو اتضايق شوية عدي. و طب ده ما يعملش التراكمات اللي حضرتك قلتي عليها في الأول؟ ابدا نعدي ونرجع نتكلم مع بعض، ما نتخاصمش. نشحن، يعني نعدي الزعل ونرجع نعدي نشحن ونرجع بحب، نشحن ده بحب. ينسينا ده. بالظبط. لكن كل واحد فينا يقف للتاني على الواحدة، احنا بنرجع مضغوطين، بنرجع من هو راجع من الشغل مضغوط او حاجة، او عنده مشكلة في الشغل ممكن تأثر على نفسيته، ده وارد جدا. فاستنى لما يهدى خالص وابتدي، عايز يقول سيبيه يقول، مش عايز يقول ما لحس، ما تلحيش، دي مشكلة كبيرة. لان طبيعة الراجل اما بيبقى عنده مشكلة بيسكت وبيبقى جواها ويخش جوا المشكلة، وزي ما بيقولوا كده بيخش الكهف بتاعه، يفضل معاها لغايه ما يلاقي لها الحل. في ست كتير تقول طيب ما يقول لي، طب ما انا اجيب له الحل يأثر. كده، هو عايز هو اللي يلاقي الحل، يعتمد على نفسه في يعتمد الموضوع. على نفسه في الموضوع ده. يعني ملخص الحلقة عشان الناس تستفاد، ان اول حاجة قلتي حضرتك ان احنا لازم نتقبل فكرة ان احنا داخلين على مرحلة تانية، ولازم يبقى في اسلوب حوار. تمام. نتكلم في اي حاجة، ما نتكسفش من بعض في اي حاجة طالما احنا اتجوزنا واتقفل علينا باب خلاص. واحد. نبتدي نتكلم ببحبحة، يعني من غير احراج ولا اي حاجة. خلاص بقى احنا بقى بينا ميثاق غليظ، بالظبط، فما فيش بقى يعني البنت لو مكشوفة هتستخبى في جوزها من حقيقي باباها حقيقي اللي معاها طول عمرها، صح. فناخد بالنا من الحتة دي كويس قوي. اوكي تمام، اوكي دكتور ابتسام نورتينا الله وافدتينا. يخليك، ربنا يخليك. مشاهدينا للاسف انتهى وقت حلقتنا، لحين يتجدد اللقاء اسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.